خوتي نزيل أكادير، صباح الخير عليكم. اليوم السبت 28 ماي 2022. هذا الصباح داير هذا الفيديو من حديقة بنو زيدون، هذه الحديقة الجميلة اللي عاد افتتحت في وجه ساكنة مدينة أكادير والزوار ديال مدينة أكادير بعد إعادة تأهيلها. أنا داير هذا الفيديو هذا الصباح على الزيارة اللي دار رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير وافتتح سينما صحراء في حي تالبرشت. واحد العدد ديال المواطنين غادي يقول لك رضا انت ديما كدوي على عزيز اخ نوش، غادي نقول لكم بانه هو رئيس المجلس الجماعي كما كنت كنتقد انتقاد بناء السيد الملوكي، اليوم كنتقد عزيز اخ نوش. اولا بغيت نشكر وننوه بالعمل الجبار، العمل الجميل اللي دارته مجموعه من الشباب اللي نظموا مهرجان تا الويكاند اللي كاين في حي تالبرشت. كيمكن لكم تجيو اليوم وغدا ان شاء الله، كاين فرق موسيقيه، كاين لوحات تشكيليه، كاين كتب، المهم واحد التظاهره فنيه ثقافيه زوينه بزاف عاد، وعاوتاني فرصه باش تلاقاو تما مع الفنانين ومع المبدعين مع الناس ديال الثقافه، كلشي كيكون مجموع تما، قهيوات والواحد يتذاكر وصله الرحيم. كتعرفوا البارح جاء رئيس المجلس الجماعي عزيز اخ نوش باش يفتتح سينما صحراء. هذيك سينما صحراء اول سؤال عندي هو كيفاش غير اعاده تاهيل ديالها، ما كندويش على باش تشرى الوعاء العقاري، تقام بمليار وحوالي 200 مليون، مليار و200 مليون اعاده تاهيل سينما صحراء. انا جاتني بزاف ما فهمتش كيفاش مليار و200 وسينما صحراء. عرفت المساحه ديالها، دخلت ليها العشرات ديال المرات لما كنت شاب وكانت سينما. فاش افتتحوها كتعرفوا بان اولا تم اقصاء واحد العدد كبير من السينمائيين، من المثقفين، من الفنانين ديال جهه سوس مسا، وواحد العدد الناس معروفين يعني وطنيا كانوا جالسين مساكنها في القهوه برا، ما تعطاتش لهم الدعوه باش يدخلوا للداخل باش حتى هما يكبروا بهم. عزيز اخ نوش كيجيب لي الله وقت ما كيدير شي خطوه الا وفى شي زبله، سبحان الله ما عرفتش علاش. ومدور به واحد العدد ديال ليكول المستشارين، وها المستشار في الاعلام، ها المستشار في التواصل، ها المستشار فاش، وشارين واحد العدد ديال مواقع التواصل الاجتماعي، شارين الصحف، شارين وشارين العالم كله، وبالرغم من هادشي كله كيطيحوا في شي فضايح، شي حوايج، شي اخطاء فادحه. البارح لما جاو بعدا ملي كيكون الملوكي، انا كنعقل على الحقبه ديالو فاش كان كيسير مدينه اكادير، ما عمرنا كنا كنشوفوا هذيك الصحافه والدافع والناس وكيفاش وكلشي كيدافع عليه باش يوقف حداه. كنا كنشوفوا بان السيد الوالي تقريبا كيصنوا به يعني ما مسوقش ليه. البارح كنا كنشوفوا عزيز اخ نوش هو القدامي رئيس المجلس الجماعي، والسيد الوالي كيتزاحم موراه مع الناس مع هذا باش يقرب ليه بخير، ما قلنا حتى حاجه. كتعرفوا ارتكب واحد الغلط السيد رئيس المجلس الجماعي وكيقول لك حديقه بنو زيدان، ما عرفش الفرق بين الشخصيات بعدا بنو زيدون وبنو زيدان، كيتكلم على مدينه اكادير وما عرفش بانها حديقه بنو زيدون، وكيتكلم على واحد التظاهره برا وما عرفش راه سميتها تا الويكاند، وبان راه واحد المجموعه ديال الشباب الناس ديال حي تالبرشت هما اللي داروا هذيك المبادره، بالرغم من ان عطاوهم صدقه، ما كاينش داك الدعم ديال بصح. كنتمنى من السيد رئيس المجلس الجماعي والمستشارين ديالو الا كان شي تكريم لاله بليزيد، معروفه وطنيا وحتى عالميا تبارك الله عليها، وحنا كنا مغاربه الحمد لله، ولكن كنتمنى التكريم اولا كون جبنا العمال اللي كانوا خدامين في سينما صحراء اللي هما مساكن خدموا تما لسنوات طوال، وهما راهما مليوحين وتا واحد ما تسوق لهم. كنتمنى التكريم الثاني يكون الشباب اللي كانوا وراء العريضه لاقتناء سينما صحراء، نعيطوا عليهم ونكرموهم ونقولوا الله يجازيكم بخير. التكريم الثالث كنتمنى ان نعيطوا على الملوكي وبعض اعضاء ديال المجلس السابق ونديروا لهم تكريم، لان هما اللي دوزوها في الدوره وهما اللي اقتناوا سينما صحراء. الفكره جات
من بعد العريضه وتعطات للمجلس الجماعي واستقبلهم واخا نختلفوا معاهم، ولكن الفير بلاي هنا غنبانوا سياسيين كبار. اختلافنا مع الناس ديال العداله والتنميه لما كانوا كيسيروا مدينه اكادير كان اختلاف غير في التسيير ماشي اختلاف شخصي. دونك علاش ما غاديش نعيطوا عليهم ونقول لهم الله يجازيكم بخير مبادره درتوها مزيانه وهذا. التكريم الرابع يكون للفنان والمثقفين والشباب المبدعين ديال جهه سوس ماسا. حنا كما قلت لكم لاله بليزيد على راسنا وعينينا، ولكن عندنا ناس، عندنا كفاءات، عندنا مبدعين، عندنا فنانين تشكيليين، عندنا سينمائيين، عندنا ممثلين ممثلات، ما تسوقوش لهم. انا كنقول لكم كل شيء هاد الناس اغلبيه فيهم كانوا جالسين برا وعيطوا داروا دعوه لانفيتاسيون غير الاصدقاء، الناس ديال الحزب، الناس هذا فلان وفلان والصلاه على النبي. حيانا الله حتى عرفنا لما كان اخ النوش كيدور تما وتاكدت ان كاينين ناس لا هما في المجلس الجماعي ولا هما في الولايه ولا في حتى حاجه، وكانوا كاصابع بعض الناس العارفين بشؤون تسير هذه المدينه ان كاينين ناس خارجين هذا الشيء كامل هما اللي كيسيروا الشق الاقتصادي ديال المدينه وهما اللي كيسيروا الامور كامله. البارح شناهم مورا اخ النوش كيدافعوا، المهم خاص الكاميرات تاخذنا حدا اخ النوش باش تزاد نتقواو. اخ النوش ركب على الموجه كيما كيركب على واحد العدد ديال الموجات، جا لهنا لحديقه بنو زيدون وفتتحها حتى هي، وكيبغى هادشي كامل يديرو في الرصيد ديالو ديال بانه هو اللي دار هاد الامور كامله. على كل عكس هادشي كامل مشاريع ملكيه، السينما المجلس اللي فات هو اللي وراها. دونك اعطينا لا توش، بغينا حنايا اشنو دار المجلس الجماعي. حيدوا المشاريع الملكيه، لان المشاريع الملكيه كاينه شركه التنميه المحليه، والسي اخ النوش كيعترف البارح ان تنزيل هذه المشاريع الملكيه وراءها السيد والي جهه سوس ماسا. تبارك الله عليك السيد الوالي، ضيقتي لنا الزناقي، ضيقتي لنا الشوارع، خنقتينا اشغال بهلوانيه الحفاري، مهم كوارث في مدينه اكادير. ولما غادي تمشي السيد الوالي والسي اخ النوش غتشوف حالاتكم، وغادي تجيو واحد اخرين وغادي نقولوا الشوارع مضيقين والزناقي مضيقين وكلشي مضيق، خصنا عاوتاني واحد 400 ولا 500 مليار لاعاده تاهيل مدينه اكادير. تعرفوا كلشي الارصفه ديال مدينه اكادير داروهم في البيض وداروهم بحال داك المغسول حرش، عرفتي هذاك غير قهوه كاز القهوه تقلب عليه وسير نقيه. واش الناس كلهم غيبقاو يدوروا بالكارشيرات؟ واش البلديه غدور بالكارشيرات؟ كي غدير داكشي كامل للنظافه؟ واش ما كانش يمكن لكم ديروا جليز جميل ديال اللي كيدار في التروطوارات في المدن العالميه ولا شي حاجه اللي تكون سهله في النظافه ديالها؟ هذاك الشيء كامل غادي يكحل. غير مسكه مواطن لاح مسكه تما لصقات سير حيدها. سي عزيز اخ النوش رئيس المجلس الجماعي البارح بنتي ليا فرحان بحال الا درتي واحد الانجاز كبير لمدينه اكادير. غادي نقول لك واحد القضيه، كتعرف بان سبيطار حسن الثاني كاين الناس كتموت، سكانير خدام نهار جالس 10 ايام ما كاينش اللي يخدم فيه. كتعرف بان الاطباء ولا الاطقم الطبيه لان كاين حتى التمريضيه كيعانيوا في مستشفى الحسن الثاني. تما فين بغينا نشوفوك سي عزيز اخ النوش؟ بغينا نشوفوك في دار العجزه، بغينا نشوفوك في المركز ديال حمايه الطفوله اناث وذكور، الكوارث اللي فيه راه هادو هما هنا فين بغينا نشوفوك، اما في السينما بغينا نشوفوك. ما عندنا ما نديرو، السينما بغيناها اييه واحد الفضاء ثقافي للشباب للساكنه وكل شيء، ولكن المدينه عندها اولويات. المشاريع الملكيه خليها بوحدها راه غادي تحل وان شاء الله وكل شيء غيمشي مزيان. اعطينا انت ملياردير جيبك عامر الله يقوي الخير، اغنى رجل في المغرب، اعطيني انت شنو درتي كرئيس المجلس الجماعي لمدينه اكادير. كتكلم لينا على تيميتار، قلتي ولات فيه يومين بلاصه 4 ايام، هذا خطا بعد انت تتكلم عليها السي عزيز اخ النوش، لان تيميتار ديالك وشركه ديالك وكاين التمويل ديال المجلس الجماعي اللي انت كتراسو دونك غتعطي واحد الحصيصه، الجهه اللي تابعه لكم في الحزب غادي تعطي في الوقت اللي كيمكن لك تقول هذا المال العام لا الجهه ولا مجلس اقليمي ولا البلديه ما غناخذ والو،
والمجموعة الاقتصادية ديالي أكوا كتبرع لمدينة أكادير بيومين ولا ثلاث أيام ولا حتى 10 أيام ديال تيميتار. ما بغيناكش تجيب لنا تيميتار غير الفنانة ويغنيو في واحد الخشب ويمشيو في حالاتهم، بقدر ما بغينا يكون حنا كاع أسبوع، علاش لا؟ أسبوع ثقافي ديال أكادير، وغادي يكونوا الموسيقى وغادي تكون الثقافة وعروض مسرحية ويكونوا بزاف الحوايج، ولكن من مالك الخاص عندك، علاش لا؟ علاش ميمكنش لك دير شي حاجة هدية لمدينة أكادير؟ سي عزيز أخنوش، أنا راه ماشي ضدك، ولكن راك كدير شي حوايج كترقع، راه غادي تخرج الصورة ديالك أنت شتي عند ساكنة ولا عند المغاربة كاملين كي دايرة، وغادي تخرج على مستقبل هاد البلاد هذا دو فاكتو، كتخرج على مدينة أكادير. أنا كما قلت لك ما بغيناكش سينما صحارى وتبندر لينا وتخرج وداخل وخارج ولا شنو، بغينا نشوفوك في سبيطار حسن الثاني وتشوف المعاناة ديال المواطنين، بغينا نشوفوك في المستوصفات وتجلس مع المواطنين وتشوف المعاناة ديالهم، بغيناك تجلس مع الأطقم الطبية وتشوف المشاكل ديالهم، بغيناك تجلس مع الإدارة وتشوف المشاكل، ماشي غير تشوفها، بغيناك تشوفها وتحلها، لأن عندك الفلوس كيمكن دير اون فونداسيون وتخرج حتى 10 حتى 20 مليار وما جاتك حتى حاجة، كيمكن كرئيس الحكومة عاوتاني تشوف من حال المدينة وتشوف من حال القطاع كله، لأن ما نعانيه في مدينة أكادير تعانيه ولا يعانيه مستشفيات المغرب كامل. سي عزيز أخنوش غادي نقول لك، وللأسف لحد الآن في هاد 9 شهور وأنت كتسير مدينة أكادير راكب غير على الموجة وداخل في القضية ديال المشاريع الملكية وكتلاح فيها، في الوقت اللي أنت كشخص كرئيس مجلس الجماعي والطاقم ديالك راه مازال ما درتو وتقول شي حاجة لمدينة أكادير ولا للساكنة ديالها. سيادنا تبارك الله عليكم، والله يحفظنا ويحفظكم، وإن شاء الله خير لبلادنا ولمدينة أكادير. إيوا كنت صحابكم غادي ننسى الوريضات ديال نهار السبت، ما يمكنش وما نقدرش ندخل داري بلا هاد الوريضات لعائلتي الصغيرة. كنهدي لكم هاد الباقة هاد الورود لكل ساكنة ديال مدينة أكادير، ساكنة ديال سوس ماسة والمغاربة كاملين داخل وخارج أرض الوطن، غادي نبقاو متفائلين بالنسبة للمستقبل ديال بلادنا، وإن شاء الله غادي يكون خير.